بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والطلاب والطالبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل محاضرتنا إن شاء الله النهاردة في مقرر مبادئ المحاسبة. الحقيقة في البداية كده عايز أعرف ذاكرت ولا لأ، لأن المحاسبة الحقيقة من المقررات لابد فيها المتابعة المستمرة. هي عاملة كده زي حالة دراسية أو مثال مثلا طويل بنبدأ بيه في بداية الفصل ونفضل ماشيين معاه واحدة واحدة لغاية نهاية الفصل، فما ينفعش إن إحنا إيه ما نتابعش مع بعض ونذاكر أولا بأول. طيب، المحاضرة الماضية كانت بتتكلم على تحليل العمليات المالية. أرجو إن أنتوا تكونوا ذاكرتوا، وأنا اديت لكم شوية إرشادات كده في نهاية المحاضرة. زي ما قلنا أول حاجة إنه نكون ذاكرنا المثال المحلول بالكتاب في صفحة 31، أرجو نكون جميعا ذاكرناه كويس. أيضا طلبت منكم نحل الحالة التطبيقية رقم 21 في صفحة 41، برضو أتمنى يكون عندكم الوقت وحليتوا هذه الحالة التطبيقية. برضو بسأل سؤال كده، يا ترى حضرنا محاضرة النهاردة اللي احنا اتفقنا عايزين تعملوا تحضير مسبق ل الدرس بتاع اليوم عشان نتعرف على مفهوم الحسابات، انواع الحسابات، مفهوم المدين والدين، ودي حاجات هنشوفها باذن الله تعالى في محاضره اليوم. يبقى عندنا جزئين النهارده. اول جزء الحقيقه احل معاكم الحاله التطبيقيه اللي كانت واجب عشان برضه نثبت المعلومات اللي عندنا، والجزء الثاني نبقى نتكلم على مفهوم الحسابات وانواعها، هما يعني متصلين مع بعض الحقيقه. طيب بالنسبة للحالة التطبيقية، طبعا كلنا بقى دلوقتي هنفتح الكتاب مع بعض صفحة 41، وعايزكم تحلوا معايا، وياريت كلنا يبقى معانا كده ورقة وقلم قدامنا عشان ايه نحل وبعدين تراجع الحل معايا. الحالة بتقول انه في عمليات مالية تمت في منشأة الأجنحة العربية لشحن البضائع خلال شهر محرم 20، المطلوب حاجتين: إظهار أثر تلك العمليات على معادلة المحاسبة أو معادلة الميزانية، والمطلوب الثاني يمكن في الكتاب طالب ميزانية نهائية، لكن أنا عايز أعمل ميزانية بعد كل عملية زي ما اتعود، يعني عايزكم تعملوا ميزانية بعد كل عملية، عشان كده عايز يبقى معاك ورقة وقلم، وكل عملية هنشوف إيه الفرق ما بين الميزانية في هذه العملية والعملية السابقة. وفي الكتاب مطلوب تفسير النتائج، بس يعني نأجل الخطوة دي شوية. طيب نبدأ كده العملية الأولى. العملية الأولى سواء تقراها من الكتاب أو تقراها معايا هنا، بيقول لي في 1/1 أودع صاحب المنشأة 600,000 ريال في حساب جاري في بنك الرياض باسم المنشأة. طبعا صاحب المنشأة بيأسس لسه المنشأة، فالبداية كانت إنه حط هذا المبلغ اللي هو 600,000، راح فتح حساب في بنك الرياض باسم المنشأة وأودع فيه المبلغ ده. طبعا دي مرحلة تأسيس، ده نعتبر ان المبلغ دوت بيكون رأس المال. بيكون ايه؟ رأس المال. طيب انا في شرح لهذه العمليات هنمشي زي ما مشينا قبل كده بالظبط. اول حاجة هنقول ايه اثر العملية ديت على مصادر واستخدامات الاموال، وبعدين يعني نحلل العملية من حيث تأثيرها على المصادر والاستخدامات، وبعدين نشوف الميزانية بعد هذه العملية هيكون شكلها ايه. هنا اودع مبلغ في البنك، المبلغ اللي في البنك دوت ملك المنشأة؟ صح، ملك المنشأة. طيب هنفتح حساب اسمه ايه؟ اسمه رأس المال بنفس المبلغ 600,000 ريال. طيب اتفقنا المرة اللي فاتت ان كل ما يظهر في جانب الاستخدامات بتاعت الاموال هو ملك للمنشأة، يبقى جانب الاستخدامات هيزيد بمبلغ 600,000 ريال اللي هي هتكون في حساب البنك، وجانب مصادر الاموال هيزيد بمبلغ 600,000 ريال اللي هو حساب راس المال، لان زي ما قلنا المره اللي فاتت من اين جاءت الاموال؟ من راس المال. اين ذهبت الاموال؟ في حساب المنشاه في البنك، ولابد الجانبين يتساووا. نشوف مع بعض كده اهو اثر العمليه على معادله الميزانية. أول حاجة
ظهور بند جديد في جانب استخدامات الأموال وهو حساب جاري بنك الرياض بمبلغ 600,000 ريال. كويس، ما هو لازم يتساوى الجانبين. أيضا ظهور بند جديد في جانب مصادر الأموال وهو حساب رأس المال بمبلغ إيه؟ 600,000 ريال. يبقى جانب الاستخدامات زاد ب600,000 وجانب مصادر الأموال زاد ب600,000، وظهر عندي حساب جديد في جانب الاستخدامات اسمه حساب البنك اللي هو المبلغ اللي ملكي، وفي جانب مصادر الأموال ظهر حساب جديد اسمه حساب رأس المال اللي هو مول الحساب اللي موجود في البنك برضه بمبلغ 600,000 ريال. طيب لو عايز اصور الميزانيه دلوقتي اعمل ايه؟ انا قلت نجيب بقى ورقه وقلم قدامنا او الدفتر بتاعنا ونسطر كده شكل الميزانيه اللي احنا اتعودنا عليه كانه كده ببساطه حتى في البدايه على شكل حرف تي، واتفقنا ان جانب الاصول انا مش عايز اوريها لكم لما ايه تبداوا تشتغلوا معايا، نسطر كده وانها جانب الاصول على اليمين والجانب اليسار بين ايه الخصوم والحقوق الملكيه. طيب البنك اللي هو الاستخدامات، انا سامعكم بتقولوا اهو جانب اليمين هو الاستخدامات والجانب اليسار او الشمال اللي هو ايه مصادر الاموال اللي هو حقوق الملكيه والخصوم، صح؟ يبقى متخيلين شكل الميزانيه دلوقتي قبل ما نشوفه هيكون فيها فقط حسابين، حساب البنك هيظهر فين؟ مظبوط في جانب الاصول، ما انا ملكي المبلغ اللي كمنشاه، طبعا لما بقول انا كمنشاه ملكي كمنشاه دلوقتي المبلغ اللي موجود في البنك فيظهر في جانب الاصول. طيب وفي جانب الخصوم وحقوق الملكيه راس المال ده احنا قلنا الجانب الشمال ده كله التزامات، احنا راجع اللي فات اهو الجانب الشمال ده كله التزامات، وهم نوعين من الالتزامات، اما التزامات على المنشاه تجاه صاحب المنشاه وسميناها حقوق الملكيه، او التزامات على المنشاه تجاه الغير وسميناها الخصوم. طيب هل المبلغ اللي هو اودع في البنك كراس مال ده التزام على المنشأة تجاه الغير؟ لا، ده تجاه صاحب ايه؟ المنشأة، اذا هو حقوق ملكية. يبقى متوقعين دلوقتي لو شفنا الميزانية هنلاقي ايه في الاصول؟ تمام 600,000 في حساب البنك. طيب وفي جانب الخصوم وحقوق الملكية هنلاقي ايه؟ مظبوط 600,000 رأس المال ضمن حقوق الملكية، ولا توجد خصوم او التزامات تجاه الغير حتى هذه المرحلة. نشوف كده مع بعض لو سمحتوا شكل الميزانية. قدامنا اهو الميزانية بالألف ريال. طبعا ساعتنا بالألف ريال بالمليون ريال عشان نختصر عدد الأصفار وحجم الأعمدة يبقى مناسب. آدي في جانب الأصول بدأنا بالبنك في 600,000 وفي حقوق الملكية موجود عندي 600,000 رأس المال، وطبعا المجموع 600,000 اسمها ميزانية لابد دائما أبدا تكون متوازنة. تمام كده؟ طيب نشوف العملية رقم 2. في 3/1 تم شراء مبنى بمبلغ 250,000 ريال، سدد نصف المبلغ بشيك والباقي على الحساب. هنا طبعا خلاص أودعنا رأس المال، بنبدأ بقى نأسس المنشأة بتاعتنا. أول حاجة اشترينا مبنى بكام؟ ب 250,000. طيب ال 250,000 دول جم منين؟ نصف المبلغ بشيك، يعني كلمة بشيك على طول أول ما أحط حساب أو أول ما أفتح حساب في البنك بيديني دفتر شيكات. يبقى نص المبلغ 125,000، أنا دايماً بحاول أحلل العملية قبل ما نشوف الحل عشان تفكروا معايا. عايزكم تفكروا كده. تم نمشي واحدة واحدة كده من الأول تاني، تم شراء مبنى. قبل ما أكمل طالما اشترينا مبنى يبقى اقتنينا مبنى. يبقى جانب الاستخدامات بتاعي زاد، يبقى الاصول زادت. صح كده؟ يبقى في مبنى دخل عندي ب 250,000. افكر على طول. جانب الاستخدامات زاد ب 250,000، طب ال 250,000 دول جم منين؟ ما يا اما استخدمت فلوس في البنك او زودت الالتزامات. يعني يا اما يعني انا لما اروح اشتري حاجه يا اما من فلوسي يا اما من فلوس الغير. صح ولا لا؟ تمام. فال 250,000 نص المبلغ سحبناه من حسابنا في البنك. حسابنا في البنك هينقص ب 125,000. والنص الثاني على الحساب اشتريته وما دفعتش. يبقى الطرف الثاني اللي هم مين؟ نسميهم ايه؟ تمام دائنون. يبقى ده التزام بقى. ده التزام على المنشأة تجاه الغير. متخيلين الشكل دلوقتي؟
يبقى الاستخدامات هتزيد ب 250,000، وال 250,000 ديت جت من ناحيتين، استخدمنا اصل عندي وهو البنك سحبت منه 125,000، وانشات التزام عليا وهو الدائنون اخدت منهم نص المبنى وما دفعتش حقه ب 125,000. نشوف مع بعض كده اثر العمليه على معادله الميزانيه. ادي اهو ظهور بند جديد في جانب استخدامات الاموال وهو المبنى بمبلغ 250,000 ريال. تمام. على طول هيقول لي بعد كده دبرنا ال 250 دول ازاي؟ اهو زي ما اتفقنا تخفيض حساب البنك في جانب استخدامات الاموال بمبلغ 125,000 ريال. الحاجه الثالثه ظهور بند جديد في جانب مصادر الاموال ضمن الخصوم وهو الدائنون بمبلغ 125,000 ريال. طيب عايزين بقى نصور الميزانيه. مش هنعمل ميزانية جديدة، هنعدل في الميزانية اللي معانا. قدامكم لسه الورقة والقلم موجودين أو الدفتر مفتوح لو سمحتوا بقى. شوفوا هنعمل إيه. إحنا قلنا في جانب الاستخدامات، جانب الاستخدامات هو جانب الأصول. يبقى على طول هتزود لي مبنى ب 250. أنا فاكر آخر حاجة عندك كان البنك ب 600، زود عليهم مبنى بكام؟ ب 250. طيب. البنك هيتخفض بكام؟ أنت قايل أهو ب 125,000 ريال. يبقى لو سمحت برضه تخفض لي من البنك 125 تشيل منه 600، يعني هيبقى كام؟ هيبقى 475، صح؟ ظهور بند جديد في مصادر ايه؟ الاموال بكام؟ ب 125 اللي هم الدائنون، يبقى في جانب اليسار في الخصوم الدائنون تخليهم بكام؟ ب 125,000 ريال. جمع كده وشوف هتتوزن معاك ولا لا. طيب نشوف كده لو سمحتوا الميزانيه مع بعض اهو بالشكل دوت. جانب الاصول البنك نقص من 600 ل 475 وظهر المبنى ب 250. جانب الخصوم ظهر فيه لاول مره بند الدائنون ب 125 وحقوق الملكيه فيها راس المال ب 600 والمجموع 725. تبقى الميزانيه متوازنه. فكره التوازن بتطمني ان انا شغال صح. لكن طبعا يعني ما حدش ياخد الكلام على انه قاعده، لان ممكن يكون في ممكن نتكلم بعد كده حاجه اسمها اخطاء متكافئه، فممكن تبقى الميزانيه متوازنه ولكن فيها بعض المعلومات المغلوطه، لكن خلونا في المرحله دي ماشيين كده واحده واحده. واضح كده العمليه دي؟ طيب نشوف العمليه رقم 3. هو مش عايز يخلص كل الفلوس اللي عنده في البنك وحاسس انه لسه هيشتري حاجات كتير، فقال لما اخد ايه؟ قرض. في 5/1 تم الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ 300,000 ريال يسدد بعد 3 سنوات، وتم إيداع مبلغ القرض في الحساب الجاري بالبنك. لما يقول لي أخدت قرض، ما ده التزام على طول، واضح كده من المعنى بتاعه. بس يا ترى الالتزام احنا قلنا نوعين، إما تجاه صاحب المنشأة أو تجاه الغير. ده يا ترى بقى تجاه صاحب المنشأة ولا تجاه الغير؟ صح، تجاه الغير، ده قرض من البنك. لو انا باخد من فلوس من صاحب المنشأة بزود راس المال يبقى تجاه صاحب المنشأة، انما هنا ده الغير تجاه ايه؟ البنك. صح، يبقى في قرض للبنك هيظهر في جانب الخصوم، جانب مصادر الاموال. مظبوط. بيقول لي تم ايداع مبلغ القرض في الحساب الجاري بالبنك، يعني خدت 300,000 القرض دخلتهم في حسابي اللي هو في بنك الرياض، يبقى حسابي في البنك زاد، ده حساب المنشأة هو اللي زاد حاجة، يعني كل المبلغ اللي في البنك ملكي، مش كده ولا ايه؟ لما يزيد يبقى جانب الاستخدامات بيزيد. نشوف كده مع بعض اثر العملية على معادلة الميزانية. ادي اول حاجة اهو، زيادة رصيد حساب المنشأة بالبنك بمبلغ 300,000 ريال، طبعا ده في جانب استخدامات الاموال، وظهور بند جديد في جانب المصادر ضمن الخصوم اللي هو القرض بكام؟ ب 300,000 ريال. برضو عايز اسيب لكم كده 10 ثواني واحنا مع بعض كده والميزانيه مفتوحه قدامنا، نزود عليها لو سمحتوا. اللي موجود قدامنا ايه اللي موجود؟ البنك عندك بكام؟ حسب ما انا فاكر كان اخر حاجه كده تقريبا 475،
هنزود عليه كام؟ 300، مظبوط، يبقى 775. وبعدين في جانب المصادر ضمن الخصوم مكتوب قدامنا اهو، هنزود قرض البنك بكام؟ او صندوق التنميه العقاري، قرض صندوق التنميه العقاري بكام؟ ب 300,000 ريال. طب نشوف كده مع بعض الميزانيه. ادي البنك بقى ب 775، والمبنى موجود من الاول ما ننساش ب 250، والدائنون ب 125 اللي احنا ما دفعناهمش نص المبنى فاكرين طبعا، وادي القرض ب 300 وراس المال كما هو 600 والمجموع 1025. دي العمليه الثالثه. نشوف مع بعض العمليه رقم 4. في 8/1 تم شراء سيارتين لشحن البضائع من شركة الجميح بمبلغ 150,000 ريال للسيارة الواحدة، على أن يتم سداد المبلغ الإجمالي على 5 أقساط متساوية. السيارة الواحدة ب 150، يبقى السيارتين بكام؟ ب 300,000. اشترينا سيارات. برضو وأنت بتقرأ كده من الأول العملية المالية، تم شراء سيارتين، يعني من قبل ما تكمل تقول اشترينا، يبقى خلاص بقى في حاجة ملكنا. يبقى جانب الاستخدامات هيزيد، جانب الأصول هيزيد. مش كده ولا إيه؟ عايزين بقى نتقدم حبة حبة. إحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل، وذاكرنا مثال محلول، وإدينا واجب، وبنحل الواجب. طيب، يبقى جانب الاستخدامات هيزيد بالسيارات ب 300,000 ريال. على أن يتم سداد المبلغ على 5 أقساط متساوية، يبقى إحنا لسه ما دفعناش حاجة. يبقى المبلغ بالكامل علينا. يبقى نشوف اثر العمليه على معادله الميزانيه بالظبط اهوت. في جانب الاستخدامات في سيارات بكام؟ ب 300,000 ريال. بند جديد هيظهر. طيب جت منين السيارات ديت؟ هل جبناها من حسابنا في البنك من فلوسنا؟ لا، جبناها منين؟ على الحساب. اشترينا بالتقسيط وما دفعناش حاجه، ما قالش دفعنا ولا قسط لسه. فبند الدائنين ضمن الخصوم هيزيد بكام؟ ب 300,000 ريال. عايز برضه اسيب لكم فرصه تعدلوا في الميزانيه اللي عندكم. هتزود لي بند السيارات في جانب ايه؟ الاستخدامات بكام؟ ب 300,000. وتزود لي رصيد الدائنين بكام؟ ب 300,000. تعالوا نشوف الميزانيه شكلها ايه بعد هذه العمليه. ادي الميزانيه، الاصول البنك زي ما هو، والمبنى زي ما هو، وزادت عند السيارات بكام؟ ب 300. طب الخصوم كانت 125 صح، زودناها ب 300 بقت 425، والباقي زي ما هو، القرض زي ما هو ب 300، وراس المال زي ما هو ب 600، واصبح حجم الميزانيه 1325. حجم الميزانيه الان 1325. كله يجمع ويتاكد انه ماشي معانا بشكل مظبوط. نشوف مع بعض العمليه رقم 5. في 10/1 تم تحويل مبلغ 50,000 ريال من الحساب الجاري بالبنك إلى صندوق المنشأة. إيه اللي حصل في العملية دي؟ طبعًا أي منشأة وهي بتشتغل تبقى محتاجة شوية سيولة. يدفع مثلًا أجور، يدفع مصروفات فواتير أو مصروفات نقل، أو يشتري أي حاجة أو عمولات. يدفع فواتير كهرباء، مية، تليفون أو هاتف. فسحب 50,000 من الحساب اللي في البنك، يعني سحب 50,000 من البنك، يبقى البنك نقص. وأودع المبلغ في صندوق المنشأة. يبقى هنا التأثير يا جماعة واضح إن كله في جانب واحد. ما هو الصندوق ملك المنشأة والبنك ملك المنشأة. يبقى هنا كل الشغل بتاعنا في جانب الاستخدامات. صح؟ مظبوط؟ يبقى حساب البنك هينقص ب 50,000 وحساب الصندوق في نفس الوقت هيزيد بكام؟ ب 50,000. وجانب مصادر الأموال لن يتأثر. نشوف كده أثر العملية على معادلة الميزانية. هنخفض رصيد حساب المنشأة في البنك ب 50,000 ريال، وهيظهر بند جديد لاستخدامات الأموال وهو الصندوق بمبلغ 50,000 ريال. الاثنين زي بعض، بس كل ما فيها إنه البنك عشان أسحب منه فلوس لازم أروح أسحب أو بشيك أو بأي وسيلة آلية، إنما الصندوق بفتح الخزينة وأسحب منها على طول، بتبقى أسهل أو أسرع مع عدم تأثر جانب مصادر الأموال. يلا بقى لو سمحتوا مع بعض على الميزانية بتاعتنا اللي هي قدامنا ونشوف هنعمل إيه.
انا سامع حد بيقول المجموع مش هيختلف، صح؟ لان احنا في جانب واحد زودنا 50 ونقصنا 50، مظبوط. يعني نشوف كده مع بعض، حساب البنك كان فيه 775 اصبح 725، وظهر بند جديد اللي هو الصندوق بكام؟ ب 50,000، والمبنى زي ما هو، والسيارات كما هي، الدائنون 425 كما هي، القرض كما هو، راس المال كما هو، وفعلا نفس مجموع الميزانية السابقة 1325. نشوف العملية رقم 6. في 12/1 تم شراء عدد ومهمات شحن للبضائع بمبلغ 150,000 ريال، سدد منها 50,000 ريال بشيك والباقي على الحساب. برضو تم شراء، ما هي مرحلة تأسيس للمنشأة، تم شراء قبل ما تكمله. مظبوط بقى، علمنا خلاص. جانب الاستخدامات هيزيد او جانب الاصول هيزيد. اشترينا عدد مهمات بمبلغ كام؟ 150,000 ريال. تسأل نفسك على طول، جبناهم من ايه؟ ما هو اي استخدامات لابد يكون ليها مصادر، مش كده ولا ايه؟ احنا بنراجع كذا مرة اهو، انا حاسس ان انتوا ايه، حفظتوا معايا اللي احنا عايزين نقوله. ال 150,000 دي جت منين؟ قال لي 50,000 ريال بشيك. بشيك يبقى ازاي؟ يبقى حساب البنك نقص على طول، خلاص بقى حفظنا الحكايه. بشيك يبقى حساب البنك نقص ب 50,000. طيب والباقي على الحساب. برضو عرفنا خلاص، بشتري وما ادفعش يبقى الطرف الاخر اسمه دائنون. خصوم التزامات على المنشاه تجاه الغير بكام؟ ب 100,000. نشوف مع بعض كده اثر العمليه على معادله الميزانيه. ادي اول حاجه، هيظهر بند جديد عندي زي ما اتفقنا اللي هو العدد والمهمات بكام؟ ب 150,000 ريال. دفعنا 50,000 بشيك، يبقى هنخفض رصيد حساب المنشاه في البنك في جانب الاستخدامات بكام؟ ب 50,000 ريال. اشترينا جزء اللي هو ب 100,000 على الحساب، يبقى رصيد الدائنين في جانب مصادر الاموال هيزيد بكام؟ بمبلغ 100,000 ريال. برضو ناخد فرصه كده نروح على الميزانيه اللي قدامنا ونعدل فيها ونشوف. حط لي بند جديد للعدد المهمات ب 150، خفض لي البنك ب 50، زود لي الدائنين ب 100، وشوف المجموع هيطلع كام. هيزيد على الميزانيه اللي فاتت اعتقد ب 100، اهو كان المره اللي فاتت 1325 دلوقتي 1425. ليه؟ انا بصيت كده لقيت الدائنين زادوا في جانب المصادر ب 100، خلاص ما هو يعني ده التأثير اللي على جانب المصادر، يبقى أكيد برضو الجانب الآخر هيزيد ب 100. آدي البنك نقص ب 50، كان ب 725 بقى 675، الصندوق زي ما هو ب 50، المبنى كما هو، السيارات كما هي، ظهر بند جديد هو العدد والمهمات بكام؟ ب 150، وآدي الدائنين كانوا 425 أصبحوا 525، والقرض كما هو، ورأس المال كما هو. نشوف العملية رقم 7. في 14/1 تم شراء أثاث، أنا سامع بقى بيقول لي إحنا حفظنا القصة خلاص. تم شراء، ما نكملش بقى. جانب الاستخدامات زاد وأصل جديد أهو. هنزود في جانب الأصول أثاث وتجهيزات لمقر المنشأة. من شركة العمل بكام؟ ب 40,000 ريال. على طول ممكن ما تكملش معايا وتروح على الميزانية على طول وتحط 40,000 ريال في جانب إيه؟ الاستخدامات أو الأصول. وتدور جبنا ال 40,000 دول منين؟ دبرناهم ازاي؟ قال لي اهو سددنا نصف القيمه بشيك، يبقى ها ايه اللي هيحصل؟ مظبوط، البنك هينقص ب 20,000، ما هو النص 20 والباقي سدد نقدا. نقدا يعني من الصندوق كاش. بفتح الخزينه او النقديه بالصندوق ايا كان المسمى، بنسميها خزينه، صندوق، نقديه بالصندوق، كلها نفس المعنى. بفتح خزينه المحل او المنشاه واسحب منها 20,000. يبقى البنك هينقص ب 20,000 والصندوق هينقص ب 20,000 والاثنين في جانب الاستخدامات. يعني ناخد بالنا العمليه دي بالكامل رغم ان فيها ثلاث اطراف كلها في جانب الاستخدامات. يعني ممكن الزياده والنقص تحصل في جانب واحد، مش بالضروره كل مره زي ما اتفقنا قبل كده يكون التاثير على جانبي الميزانيه.
لكن في النهاية النتيجة واحدة على جانبي الميزانية. بمعنى بصوا يا جماعة المثال اللي قدامنا ده، جانب الاستخدامات زاد فيه أصل اللي هو الأثاث والتجهيزات بأربعين ألف، كويس، وفي نفس الجانب البنك نقص بعشرين والصندوق نقص بعشرين، يبقى المحصلة النهائية في الجانب الاستخدامات صفر، صح ولا لا؟ أصل زاد بأربعين ألف، في المقابل في نفس الجانب بتاع الاستخدامات البنك نقص بعشرين والصندوق نقص بعشرين، يبقى المحصلة في الآخر صفر. وجانب المصادر لم يتأثر قدامنا هو مكتوب لم يتأثر، يبقى برضو صفر. يبقى القاعدة فعلا صحيحة، هي ان نفس التأثير بتاع اي عملية مالية بيتم بنفس القيمة على جانبي الميزانية او على جانبي معادلة الميزانية، الاثنين بنفس المعنى، على جانبي معادلة الميزانية او الميزانية التأثير واحد، المحصلة في النهاية واحد. يعني مثلا جانب الاستخدامات يزيد ب100، جانب المصادر يزيد ب100، ممكن. جانب الاستخدامات ينقص ب100، جانب المصادر ينقص ب100، ممكن. وممكن التأثير يبقى بجانب واحد، ان يزيد بنفس المبلغ وينقص بنفس ايه، او يزيد بمبلغ وينقص بنفس المبلغ، هتبقى المحصلة صفر في الجانبين، لكن التأثير حصل، ان في تغيرات حصلت. ارجو تكون الفكرة دي واضحة. تعالوا نشوف الميزانية مع بعض. ادي الاثاث والتجهيزات ظهر بند جديد بكام؟ باربعين الف ريال. وادي البنك نقص من 675 ل 655، والصندوق كان 50 اصبح 30. وهتلاحظوا نفس مجموع الميزانية السابقة، لانه قلنا التأثير هنا صفر، عدم تأثر جانب المصادر لا في الارقام ولا في البنود، جانب الاستخدامات اتأثر في الارقام والبنود، لكن المحصلة برضو صفر في الاخر، ان الزيادة اللي حصلت في الاثاث والتجهيزات ب40 قابلها نقص في البنك والصندوق برضو ب20 وب20، وبالتالي ظهر قدامنا المجموع 1425 مثل الميزانية السابقة. تمام، نروح على عملية رقم 8. المرة دي بقى طبعا انتوا عارفين هما كام عملية، ده كان واجب مش كده، 14 عملية ما شاء الله، لكن ايه في حاجات كتير بتتكرر، وهي البداية احيانا ماشي على مهلي ومتعمد امشي على مهلي قوي في البداية، عشان خاطر دي مرحلة تأسيس، كل ما نبقى فاهمين فيها الموضوع كويس هنستريح بعد كده. وانا عايزكم الحقيقة يعني ناخد كده فاصل بس عشان تستريحوا قبل ما نكمل بقية العمليات، عايزكم في المحاسبة الحقيقة يعني تذاكروها بمزاج باستمتاع، لانه احنا بنتعلم حاجة جديدة علينا. ربما في بعض المقارات الاخرى عندكم فكرة عنها من قبل، زي الرياضيات زي الاقتصاد، لكن خصوصا اللي جايين من المرحلة الثانوية العامة فبالتالي ما درسوش محاسبة قبل كده. ففرصة ان احنا بنتعلم حاجة جديدة ما كناش نعرفها، وبعدين هتنفعنا ان شاء الله في المستقبل. يعني ثقوا تماما ان شاء الله بعد الكورس بتاع محاسبة واحد والكورس القادم بإذن الله تعالى، لما تنجحوا في هذا الكورس قولوا ان شاء الله، تاخدوا كورس محاسبة اتنين، الاتنين دول مع بعض هيدونا فكرة كويسة جدا عن حسابات اي منشأة. واي حد مننا ممكن وارد في اي وقت يبقى عنده مكتب مثلا، يبقى عنده منشأة، يفتح محل، عنده مكتب خدمات، ايا كان النشاط اللي هيمارسه، كان نشاط تجاري يعني، وبالتالي او خدمات، وبالتالي هيبقى محتاج انه يمسك الحسابات بتاعته، ممكن يمسكه بنفسه، وحتى لو ما هو جاب حد يمسك الحسابات يبقى فاهم، يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي بيحصل فيها. الحاجه الثانيه، احنا المنتج النهائي بتاعنا في محاسبه واحد ومحاسبه اثنين القوائم الماليه. النهارده كلنا الحقيقه يعني حتى كنوع من الثقافه العامه محتاجين لما نفتح الجرايد ونلاقي فيها قوائم ماليه منشوره، وحاجه اسمها قائمه دخل، وحاجه اسمها قائمه مركز مالي، على الاقل يعني نكسر الحاجز اللي بيننا وبينه وما نقلبش الصفحه نبص فيهم كده. وكتير قوي من الناس دلوقتي طبعا تتجه للاستثمار في البورصه وتشتري اسهم، فده مش هيجي الا لما نقدر نفهم يعني ايه، ودي تبقى ميزه لينا ان احنا درسنا هذا المقرر، ان احنا متميزين عن من لم يدرس هذا المقرر، في ان احنا بقى في لغه سهله بيننا وبين بعض وبيننا وبين هذه القوائم، نقدر يعني نتعرف على محتويات هذه القوائم. زي ما قلنا قبل كده ان المحاسبه هي لغه الاعمال او language of business. طيب تعالوا نكمل بقى بعد هذا الفاصل. اثر العمليه دي بيقول لي في 20/1 تم التعاقد مع شركه المطلق للمفروشات على شحن بضائعها داخل المملكه. حلو، العمليه دي جميله جدا. جميله ليه؟ هتريحنا، ما فيهاش شغل الحقيقه. عرفتوا منين؟ احنا اتفقنا قبل كده احنا بنسجل فقط ايه؟ العمليات الماليه. طب ده هنا بيقول لي تم التعاقد، لا مجرد التعاقد ده ما يعنيش حاجه بالنسبه لي.
وما عنديش ارقام، ما عنديش مبالغ. مش فاكرين مبدا القياس النقدي؟ اي حاجه يمكن التعبير عنها بالنقود وبشكل كمي ونعبر عنها في صوره ماليه بنسجلها، لكن هنا لا تعني اي شيء. لذلك اثر العمليه على معادله الميزانيه عدم تاثر جانب استخدامات الاموال، وايضا عدم تاثر جانب مصادر الاموال. مجرد توقيع عقد ده لا يعني بالنسبه لنا في المحاسبه اي شيء، لا يرتب اي التزامات ماليه يعني. طب الميزانيه طبعا هتكون نفس الميزانيه ايه السابقه تماما، مش هنغير فيها حاجه. طيب نشوف العمليه رقم 9. في 25/1 بلغت ايرادات شحن البضائع مبلغ 80,000 ريال، حصل نصفها نقدا والباقي يحصل بعد يومين. هنا بدا بقى يشتغل. هي واضح انها شركه خدمات وبتشحن بضائع، شحن بضائع جاله ايرادات كام؟ 80,000 ريال، حصل نصفها نقدا والباقي يحصل بعد يومين. نجيبها كده من الاخر اسهل شويه. حصل نصفها ايه؟ نقدا. حصل نقدا يعني الخزينه هتزيد، يبقى جانب الاستخدامات هيزيد. الصندوق بتاع المنشاه دخل فيه فلوس 40,000، كويس. والباقي يحصل بعد يومين، يعني انا ليا فلوس عند الغير، صح ولا لا؟ دي ايرادات، حاجه من حقي، وهحصلها بعد يومين، بعد يوم، بعد يومين، بعد 10، بعد 3 شهور بالنسبه لنا. يبقى كان برضو ايه؟ كان بعنا حاجه وما حصلناش تمن حاجه على الحساب يعني. يبقى الطرف الاخر بنسميه ايه؟ صح، مدينون. يبقى هيظهر بند جديد اسمه مدينون بكام؟ ب 40,000. يبقى لغايه دلوقتي انا عرفت انه النقديه هتزيد اللي هي في الصندوق ب 40,000، والمدينون هيزيدوا بكام؟ ب 40,000. يبقى في الحاله دي جانب الاستخدامات هيزيد ب 80,000، 40 في النقديه و40 مدينون. تمام كده؟ طيب والجانب الاخر؟ الايرادات دي هنعمل فيها ايه؟ لو رجعنا كده بالذاكره شويه لمعادله الميزانيه، فاكرين؟ كنا بنقول ايه؟ احد صور معادله الميزانيه الاصول زائد المصروفات بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه زائد ايوه الايرادات. وفعلا الايرادات ديت ها في هذه المرحله بنضيفها على حقوق ايه؟ الملكيه، انها حق لصاحب او لمالك المنشاه. نشوف كده اثر العمليه على معادله الميزانيه. يقول لي ظهور بند جديد استخدامات الاموال وهو المدينون بكام؟ ب 40,000. وبند النقديه هيزيد بكام؟ ب 40,000 زي ما اتفقنا. وهنا بقى ظهور بند جديد في جانب مصادر الاموال ضمن حقوق الملكيه وهو الايرادات بكام؟ ب 80,000 ريال. يلا برضو كده لو سمحتوا على الميزانيه اللي هي قدامنا ونزود هذه البنود ونجمع وبعدين نشوف الحل مع بعض. هتحط لي بند جديد اسمه مدينون بكام؟ ب 40,000. والنقديه هتزيد بكام؟ ب 40,000. وتروح الناحيه الثانيه في جانب الخصوم وحقوق الملكيه، ضمن حقوق الملكيه هتزود لي الايرادات بكام؟ ب 80,000. نشوف كده شكل الميزانيه بعد هذه التعديلات. ادي بند جديد المدينون ناقص بكام يا جماعه؟ ب 40,000. وادي الصندوق كان فيه 30 وحطينا عليه 40 بقى فيه 70. ولاول مره اهو في حقوق الملكيه بيظهر بند الايرادات ب 80 بنزود عليه او بنزوده على راس المال. والدائنون والقرض كما هم وباقي البنود كما هي، نجمع هنلاقي انه المجموع هنا 1,505 ونتأكد من صحة المجموع في الجانبين. نروح لو سمحتوا نشوف العملية رقم 10. في 26/1 تم سداد فاتورة الهاتف الخاص بصاحب المنشأة بمبلغ 2000 ريال نقدا. ها ايه رأيكم في العملية دي؟ فيها حاجة كده غريبة؟ تم سداد فاتورة الهاتف الخاص بصاحب المنشأة بمبلغ 2000 ريال نقدا.
كلمة الهاتف الخاص دي لفتت نظرنا شوية. احنا قبل كده اكدنا ان هناك ذمة مالية مستقلة لصاحب المنشأة عن المنشأة، لذلك هو اول حاجة عملها فتح حساب المنشأة في البنك، مش حساب باسمه، لا، حساب باسم المنشأة في البنك. خلاص، فلوس صاحب المنشأة يا رب يكون عنده ملايين ملناش دعوة، وفلوس المنشأة خاصة بالمنشأة. طب يعني لان هو مشروع فردي، هو صاحب المنشأة، مش هنقدر يعني نتحكم قوي في الحكاية دي، لكن بنقول له اذا سحبت حاجة بنسجلها عليك، مش هنمنعه لكن بنسجل عليه اللي هو ايه يسحب. ففي الحاله دي ممكن يكون فاتوره الهاتف الخاص بتاعته اداها لمحاسب المنشاه وقال له ايه ادفعها لي، يدفعها ولكن يسجلها عليه. ازاي؟ هي اولا دفعت نقدا، يعني خرج من جانب الصندوق ايه 2000 ريال، يبقى الصندوق هينقص ب 2000 ريال. انا فاكر كان في 70 بينها، يبقى 68000. طيب الحكايه دي هنسجلها ازاي؟ ال 2000 ريال دي بنسميها ايه؟ مسحوبات. نسميها مسحوبات. نشوف كده اثر العمليه على معادله الميزانيه. تخفيض رصيد الصندوق في جانب استخدامات الاموال بكام؟ زي ما اتفقنا ب 2000 ريال. وفي جانب مصادر الاموال هيظهر بند جديد اسمه مسحوبات، هيخفض من قيمه حقوق الملكيه بكام؟ ب 2000 ريال. يبقى زي ما لما كان في ايرادات زودناها على حقوق الملكيه بتاعه صاحب المنشاه، لما يكون في مسحوبات بنخفضها من حقوق الملكيه. نشوف مع بعض الميزانيه. ادي الصندوق اللي كان فيه 70000 ناقص 2000 بقى فيه كام؟ 68000. ونبص كده على حقوق الملكيه، ظهر عندي ادي 2000 اهو ناقص المسحوبات، طرحنا او خفضنا حقوق الملكيه بقيمه المسحوبات، وباقي البنود جميعها كما هي، لا يوجد اي تاثير. وطبعا هتلاحظوا الميزانيه الحاليه تختلف عن الميزانيه السابقه او تقل عنها ب 2000. هنا المجموع 1503. نشوف العملية اللي بعد كده، العملية رقم 11. في 27/1 تم تحصيل المبلغ المستحق على شركة المطلق بشيك. يا ترى طالما حصلنا مبلغ يبقى الطرف الآخر اسمه ايه؟ يعني لما نحصل مبلغ يبقى الطرف الآخر ايه؟ دائن؟ لا، ده الدائن ده عايز فلوس، يبقى الطرف الآخر اسمه ايه؟ صح، مدينون. طب احنا كان عندنا المدينون بكام؟ ب 40 اهو. فهنا حصلنا من شركة المطلق المدينون المبلغ بشيك، يبقى بند المدينون هنا حصلنا ب 40000، وحصلنا بشيك يبقى ايه؟ حسابنا في البنك هيزيد، مش كده ولا ايه؟ يبقى جانب الاستخدامات تتوقع هيحصل فيه ايه؟ حساب البنك هينقص ب 40000، مظبوط ولا هيزيد؟ هيزيد، صح كده؟ طيب وحساب المدينين هينقص ب 40000. طب جانب المصادر هيتأثر؟ لا، مش هيتأثر. نشوف كده مع بعض أثر العملية على معادلة الميزانية. أو حساب المنشأة في البنك هيزيد بكام في جانب الاستخدامات؟ ب 40000 ريال. وهنخفض رصيد بند المدينين بكام؟ ب 40000 ريال. هو كان ب 40، يبقى هيتشال بالكامل. يبقى بند البدنيين هنخفضه وهيتشال بالكامل، وعدم تأثر جانب مصادر ايه؟ الأموال. يلا لو سمحتوا برضو في الكشف اللي قدامكم نروح نعدل في الميزانية اللي معانا، نخفض البنك ب 40000 ونخفض المدينين يعني نشيلهم خالص ب 40000، وسيب لي جانب المصادر كما هو، وقدامنا هو الميزانية في شكلها بعد العملية رقم 11. ونفس اللي قلناه قبل كده، جانب الاستخدامات زاد ب 40 ونقص ب 40، وجانب المصادر لم يتأثر، وبالتالي المجموع كما هو تماما مثل الحالة السابقة أو بعد العملية رقم 10. واضح يا جماعة؟ طيب نكمل العملية رقم 12.
في 28 واحد تم سداد القسط الاول المستحق لشركه الجميح بشيك. شركه الجميح دي انا فاكر احنا اشترينا منها سيارتين، الواحده ب 150، يعني كان المبلغ كله كام يا جماعه؟ 300,000، صح؟ وكان بيقول انه هندفع المبلغ على خمسه اقساط، على خمسه اقساط، يبقى القسط بكام؟ تمام، 60,000، 300 على 5 فيها 60,000. دفع القسط الاول بكام؟ ب 60,000. اسال، دفعه نقدا ولا بشيك؟ ما هو مفيش طريقه ثانيه دلوقتي، ما دام سدد يبقى يا نقدا يا بشيك. قال لي بشيك. سدد بشيك يبقى ها طبعا صح كده، حساب البنك نقص ب 60,000. طب وايه اللي هينقص ثاني؟ ما هو احنا دفعنا، يبقى حساب شركة الجميح عندنا، ايوه، الدائنون هينقص بكام؟ ب 60,000، مظبوط كده. يبقى جانب الاستخدامات البنك هينقص ب 60، وجانب المصادر الدائنون ينقصوا ب 60، نقص الجانبين ب 60، يبقى كده تتظبط معايا الحكاية. نشوف أثر المعادلة على معادلة الميزانية، أثر العملية على معادلة الميزانية. تخفيض رصيد حساب المنشأة في البنك في جانب الاستخدامات بكام؟ ب 60,000 ريال. ونخفض برضه في جانب المصادر رصيد الدائنين او بند الدائنين بكام؟ ب 60,000 ريال. يلا بقى، حد اكيد سبقني وراح يعدل في الميزانيه اللي قدامه، هيخفض البنك ب 60,000 ويخفض الدائنين ب 60,000 وتظهر الميزانيه بالشكل التالي. ادي البنك بعد التعديل، وادي الدائنون بعد التعديل، كانوا 525 اصبحوا 465، مش كده؟ والبنك عندنا هنا نقص برضه ب 60، كان 695 بقى 635، وكل البنود الاخرى كما هي، واصبح المجموع عندي 1443. نشوف العمليه رقم 13. في 29 واحد تم سداد اجور العاملين بالمنشاه وقدرها 8,000 ريال نقدا. عشان كده كنا حاطين فلوس في صندوق المنشاه عشان نستخدمها في مثل هذه الامور زي ما قلنا. طب نمشي كده واحده واحده. تم سداد اجور العاملين بالمنشاه وقدرها ايه؟ 8,000 ريال نقدا. في حته سهله انا عارفها، اللي هي ايه؟ النقديه او الصندوق هينقص ب 8,000 لان خرج منه فلوس. نقص ب 8,000. صح، يبقى جانب الاستخدامات في جانب الاصول هتنقص او هينقص الصندوق بكام؟ ب 8,000 ريال. طيب ايه ثاني بقى هيحصل؟ ال 8,000 دي عايزين نشوف لها حل. يا اما ان احنا نزودها في جانب الاصول او ننقصها في جانب ايه؟ الخصوم وحقوق الملكيه عشان تتوزن معايا الميزانيه. صح، ما لازم نفكر برضه، مش كده ولا ايه؟ زي ما الايرادات زودناها على حقوق الملكية، المصروفات هنخفضها من حقوق الملكية. نقول تاني، زي ما الإيرادات بتزود حقوق الملكية، المصروفات تخفض حقوق الملكية. طبعا احنا دلوقتي بنظهر أثر كل العمليات على الميزانية، لكن بعد كده قدام شوية هنعرف ان المصروفات والإيرادات دي بيبقى ليها مكان آخر، وهو قائمة ايه؟ الدخل. لكن في المرحلة الحالية عايزين نفهم تأثير كل العمليات اللي بتحصل على ميزانية المنشأة. آدي أثر العملية على معادلة الميزانية. هنخفض رصيد الصندوق في جانب الاستخدامات ب 8,000 ريال، ويظهر بند جديد في جانب المصادر وهو المصروفات، واللي هو بيخفض من قيمة حقوق الملكية بكام؟ ب 8,000 ريال. يبقى هنروح على الميزانية اللي قدامنا واللي احنا شغالين فيها، وهنخفض بند الصندوق ب 8,000 ونطرح من حقوق الملكيه 8,000. نشوف بقى الصوره بتاعه الميزانيه بعد هذه العمليه. ادي جميع البنود كما هي فيما عدا الصندوق، كان 68,000 في الميزانيه السابقه، اصبح كام؟ 60,000 قدامنا اهو. وفي جانب حقوق الملكيه كل البنود كما هي، سوى ان احنا طرحنا 8,000 ديت اللي هي ايه؟ مصروفات. وطبعا في مرحله تانيه ممكن جدا ايرادات ناقص مصروفات اسميها ايه؟ صافي الربح، اتفقنا قلناها قبل كده، ايرادات ناقص مصروفات بيديني الارباح بتاعه صاحب المنشاه،
اللي هي تضاف على رأس المال ضمن حقوق الملكية، ونجمع هيطلع معانا المجموع 1435. طيب نشوف العملية رقم 14 والأخيرة. في 30/1 تم سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنشأة بمبلغ 200 ريال نقدا، كما سددت فاتورة الهاتف الخاص بالمنشأة بمبلغ 2500 ريال بشيك. هنا سدد حاجتين، فاتورة كهرباء ب 200 ريال، وهنا أول مرة يجيب أرقام أقل من الألف، وبالتالي ها قبل ما تشوفوها كده هنضطر نعمل ميزانية بالريال، نعملها إيه؟ بالريال عشان تبقى مقروءة، وهي عموما آخر ميزانية، لكن المهم إحنا سددنا. فقلنا يعني قبل كده لما يقول لك حصلنا اسأل حصل نقدا ولا بشيك، لما يقول لك سددنا أو دفعنا اسأل نفسك على طول برضو إحنا سددنا نقدا ولا بشيك، عشان نقدر نعرف الأطراف المتأثرة بهذه العملية. تم سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنشأة بمبلغ 200 ريال نقدا، يبقى النقدية تنقص ب 200 ريال. أما فاتورة الهاتف دفعها عن طريق إيه؟ البنك، يبقى البنك هينقص ب 2500 ريال. طب نشوف أثر العملية على معادلة الميزانية. بند النقدية زي ما اتفقنا هينقص بكام؟ ب 200 ريال. وحساب المنشأة في البنك في جانب الاستخدامات برضه هينقص بكام؟ ب 2500. والمبلغ كله 2700 كلها مصروفات مش كده؟ هتزيد في جانب ايه؟ يعني هنحطها في مصادر الاموال وهنخفضها من حقوق ايه؟ الملكيه، يعني هنزود المصروفات ب 2700 اللي هي قيمه فاتوره الكهرباء مع فاتوره الهاتف. نشوف كده الميزانيه بقى في صورتها النهائيه. وهنا قايلين اهو الميزانيه في 30/1/1420 بالريال، ده كان المطلوب في الحاله الحقيقه، ده كان مطلوب فقط بحيث انك بتعمل كل اللي فات وتديله في الاخر الميزانيه، لكن انا حبيت الحقيقه اعملها معاكم بعد كل عمليه عشان نشوف ها العمليات ديت خطوه بخطوه. ف العمليه الاخيره قلنا انه النقديه هتنقص ب 200، كان فيها 60,000 بقى فيها 59,800، شلنا منها 200 ريال. كويس، وايضا حساب البنك طرحنا منه كان فيه 635,000 شلنا منه 2500 ريال اللي هي فاتورة ايه؟ الهاتف، بقى فيه 632,500. والبنود كانت 8000 مصروفات، او المصروفات هنا كانت 8000 اصبحت كام؟ زودنا عليها 2700 قيمة الفاتورتين بقت 10,700. وباقي البنود جامعها كما هي، بنجمع الميزانية في الآخر بقى تطلع كام؟ 1,432,300 ريال. ولازم أتأكد من توازن الجانبين، وده مؤشر هام جدا بيطمني إلى حد كبير جدا إن كافة العمليات اللي أنا عملتها صحيحة ومظبوطة. لاحظ حاجة هنا، إن هو بدأ المشروع بتاعه ب 600,000 رأس مال، صح؟ وفي الآخر مجموع الميزانية أو مجموع الأصول بمعنى أصح الممتلكات الاستخدامات كلها كام؟ 1,432,300. هذه معلومة كده سريعة، يعني ممكن تبقى الميزانية بمليون ونص مثلا هو تقريبا، وفقط رأس المال كام؟ 600,000، يعني الميزانية تقريبا قد ها رأس المال ما يقرب مرتين ونص. وبالتالي مش بالضرورة ان كل ما يمول او ما تمول به الاصول والاستخدامات يكون من رأس المال، يكون من اموال ملك صاحب المنشأة، لا ده بالعكس، ده هنا الجزء الاكبر، لان لو لاحظنا في جانب الخصوم الجزء الاكبر جاي من التزامات تجاه الغير من الخصوم، اخذ قرض ب 300 وعليه للدائنين 465,000، يعني عليه مبالغ اكتر من اللي هو شارك بيها في راس المال. وده ومعظم المنشات الحقيقه شغاله بهذا الاسلوب، وده مش غلط ابدا طالما ان في سمعه كويسه للمنشاه، في مبلغ يعني في حقوق الملكيه يسند او يساعد ان هو يقدر يشتري على الحساب، خصوصا لما يكون منتظم في السداد او يقدر ياخد قروض، طالما انه بيقدر يمول جانب الاستخدامات ويوسع نشاطه، وكله بيعود بالنفع في النهايه على المنشاه. ارجو ان احنا بعد هذه الحاله نكون فهمنا كل الجزء اللي فات، و
اللي ناقصه اي حاجه او مش فاهم اي حاجه لابد ان يراجع كويس ويبقى يتابع الحاله خطوه بخطوه، لان حتى هذه المرحله لابد ان احنا نكون فاهمين كل اللي احنا عايزين نقوله حتى نهايه هذا الجزء. هنتكلم بقى النهاردة في الجزء الثاني في المحاضرة عن مفهوم الحسابات. انتوا شفتوا دلوقتي يعني هل كل المنشآت شغالة بهذه الطريقة؟ يعني بعد كل عملية يقعد يعمل ميزانية؟ دي عملية شاقة جدا. ففكروا ان يعملوا حاجة اسمها حسابات. يعني كل بند من اللي انتوا شفتوه في الميزانية دوت يبقى له حساب. تعالوا نشوف يعني ايه مفهوم الحسابات، ودي من الحاجات اللي انا قلت لكم اقروها في الكتاب قبل ما نيجي محاضره النهارده، يبقى عندكم بس ايه فكره. يعني الحقيقه موضوع التحضير المسبق للدروس ده بيدي بس فكره بتسهل لك بعد كده انك تفهم معانا ايه الحكايه. طيب زي ما بقول انه ما نقدرش نعمل ميزانيه بعد كل عمليه، لان مع تنوع وكثره العمليات الماليه لاي منشاه تجاريه هيبقى فعلا الاسلوب ده اسلوب غير عملي واسلوب غير اقتصادي. انتوا شفتوا دلوقتي 14 عمليه ها شرحناهم او وضحناهم في قد ايه؟ 14 ده في بعض المنشآت بتقوم ب 200 300 عملية في اليوم. وممكن طبعا وفي بعض المنشآت آلاف العمليات. فهنقعد نعمل الشغل ده ازاي؟ لا، ففي طريقة طبعا إيه؟ أسهل. وبالتالي البديل العملي إيه يا جماعة؟ أيوه، استخدام الحسابات عشان نسجل الزيادة أو النقص في العناصر المختلفة المكونة لمعادلة إيه؟ الميزانية. ناخد بالنا من الكلام ده. البديل العملي استخدام الحسابات لتسجيل الزيادة أو النقص في العناصر المختلفة المكونة لمعادلة الميزانية. يعني إيه؟ نستخدم الحسابات. طيب يعني إيه؟ يعني حساب البنك نفتح له حساب، حساب الصندوق نفتح له حساب، حساب الدائنين نفتح له حساب، رأس المال نفتح له حساب، وهكذا. بيقول لي نسجل الزيادة أو النقص، حساب هيبقى جانبين يا جماعة، هنشوف دلوقتي. حساب جانبين، جانب نسجل فيه الزيادة وجانب نسجل فيه النقص. يبقى إيه؟ كل حاجة هجمعها، كل ما يتعلق بالبنك مثلا هجمعه في مكان واحد. بدات الم الشغل شويه، ما بقاش ايه كل الحاجات كده كل مره اعمل ميزانيه كل مره اعمل ميزانيه. بيقول لي هنسجل الزياده والنقص في العناصر المختلفه المكونه لمعادله الميزانيه. خدناهم لغايه دلوقتي خمس عناصر رئيسيه. ايه هي العناصر المكونه لمعادله الميزانيه؟ في جانب الايمن او جانب الاستخدامات قلنا الاصول والمصروفات، ادي اتنين. والجانب الايسر اللي هو جانب مصادر الاموال اللي هو ايه؟ الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات. خمس بنود، كل واحد من دول بيبقى له ايه؟ حسابات خاصه بيه. يعني ايه حساب؟ حساب يعني ايه؟ الحساب ده يا جماعه اداه محاسبيه لاظهار اثار العمليات الماليه التي تقوم بها المنشاه على عناصر ايه اللي احنا قلناهم دلوقتي. يبقى دي اداه محاسبيه، مجرد اداه بتسهل الحقيقه ان كل الحاجات اجمعها في مكان واحد طالما انها بتخص نفس العنصر. اداه محاسبيه لاظهار اثار العمليات الماليه اللي بتقوم بها المنشاه على عناصر ايه؟ عناصر معادله الميزانيه، الاصول والمصروفات اللي هي الاستخدامات، خصوم وحقوق ملكيه وايرادات اللي هي جانب مصادر الاموال. عظيم. طيب ايه هي انواع الحسابات؟ ايه هي انواع نفس الخمس عناصر اللي فاتوا دول؟ هم دول انواع الحسابات. ناخدهم واحد واحد كده. الاصول، حسابات للاصول. طبعا مش بفتح حساب واحد الاصول، لا، كل اصل بفتح له حساب، كل اصل بفتح له حساب. طب يعني ايه اصل؟ احنا عرفنا الاصول دلوقتي كده كما يعني مسميات، عرفنا في نقديه وفي بنك وفي بضاعه وفي الات ومعدات واثاث وتجهيزات وسيارات ومبنى، كل دي اصول، صح؟ اللي هو جانب الاستخدامات، الحاجات اللي بنحط فيها فلوسنا، الحاجات اللي هي ملك المنشاه. حفظته معايا اهو. طيب لو واحد بقى سالني اصل الاصول ده لفظ محاسبي، لو حد قال لي يعني ايه اصل؟ لازم يبقى في ذهني معنى اقوله. الاصول دي ها مخزون للمنافع، يعني دي حاجه انا باخد منها منافع في المستقبل. اهو اي شيء له قدره على تزويد المنشاه بالخدمات او المنافع في المستقبل. كل الاصول اللي عندي دي مخزون للمنافع. موجودة عندي ليه؟ عشان استفيد منها فين؟ في المستقبل طبعا. فهي ليها فايدة انها بتقدم لي خدمات ومنافع كمنشأة. طيب ايه الجزء الثاني؟ الخصوم.
الحسابات الاخرى بنفتحها، حساب قرض، حساب دائنون، قدام شويه في حاجه اسمها اوراق الدفع. المهم اي حاجه مولت المنشاه من غير صاحب المنشاه. ايه هو الخصم؟ هو التزام مالي على المنشاه واجب الاداء. لما اشتري بضاعه على الحساب ولا اسدد، ده التزام عليا لابد ان اسدد، مش كده ولا ايه؟ او كاين تعريف اخر، او ما على المنشاه للغير من التزامات. حاجه بسيطه بس نبقى فاهمين، لو حد قال لي يعني ايه خصوم اعرف ارد عليه. ما درست محاسبه ازاي؟ بعد كده حقوق الملكيه. حقوق الملكيه قلنا قبل كده كتير، هي الالتزامات المستحقه على المنشاه تجاه ملاكها او اصحابها. اذا هي التزامات ايضا، ما ننساش، التزامات على المنشاه تجاه صاحب المنشاه او تجاه مالك المنشاه. دي حقوق الملكيه. باقي نوعين من الحسابات، حساب الايرادات. طبعا الايرادات دي بتيجي منين؟ لما نبيع سلعه او نقدم خدمه ونحصل الايراد بتاعها. يعني لو في مثلا محطه بنزين بتقدم خدمات بتاخد ايرادات، لو في مكتب محامي بيقدم خدمات بيحصل ايرادات، فده ايراد من خدمه. وفي محل تجاري زي محل فاضل بتاع الجولات اللي احنا شغالين عليه بيبيع جولات، فبيحقق ايرادات من بيع ايه؟ السلعه. فالايراد ممكن يجي من السلعه او الخدمه، ونخلي بالنا سواء تم تحصيلها ام لا، المهم تكون وقعه البيع او وقعه تقديم الخدمه تمت بالفعل. اللي زي ما قلنا احنا ممكن نبيع على الحساب لكن بنعترف بالايراد طالما وقعه البيع تمت. فالتحصيل مش هو الاساس، ولكن ان وقعه البيع تتم هو ده الاساس للاعتراف بالايراد. فعندنا حسابات للايرادات، واخر حاجه حسابات للمصروفات. طيب ما هو عشان اقدم او عشان ابيع سلعه واقدم خدمه لازم اتكلف تكاليف او اتحمل مصروفات. فالمصروفات هي تكلفه السلع والخدمات اللي هي بتستخدم في تنفيذ الانشطه اللي بتمارسها المنشاه عشان تحصل على الايرادات. وايضا سواء تم دفعها ام لا، سواء تم دفعها ام لا. لان زي ما قلنا قبل كده ممكن مثلا يبقى عندي خلال العام انا اجرت المبنى بتاع المنشاه بتاعتي او المحل بتاعي، اجرت المبنى ب 5000 ريال مثلا او 10000 ريال في السنه ولم اسدد هذا المبلغ اللي هو الايجار. هل معنى كده ان الايرادات اللي اتحققت لم تستفد من هذا المبلغ او هذا الايجار؟ لا، استفدت منه. يبقى ال 10000 ريال ايجار الفتره تتحمل على الفتره حتى لو لم اسددها. اشتريت بضاعه وما دفعتش حقها وبعتها وكسبت فيها، بس تكلفه البضاعه دي اللي انا ما دفعتش حقها تتحمل على السنه. نتابع برضو موضوع الحسابات وانواعها. احنا بنفتح حسابات ليه؟ ليه بنفتح حسابات؟ زي ما قلنا عشان نرحل ليها او كلمه نرحل دي بقى لفظ محاسبه مأجلينه شويه، تنقل او ترحل اليها العمليات المتشابهه ذات الطبيعه الواحده. يعني مثلا يبقى عندي حساب للبنك، تخيلوا كده مثلا صفحه للبنك، عندي دفتر كده مخصص فيه صفحه للبنك، كل ما يتعلق بالبنك يتحط فيه، يبقى شايف كل حاجه تتعلق بالبنك. ولكل حساب عنوان بيوضح اسم العنصر، اقول مثلا حساب البنك هو بيقول لي اللي هو احد عناصر معادله ايه؟ الميزانيه. يعني عنوان الحساب ده يا اما حساب اصل، يا اما حساب خصم، يا اما حساب مصروف، يا اما حساب ايراد، يا اما حساب حق ملكيه. الخمس بنود بتوع معادله الميزانيه اللي انا اعتقد كلنا حفظناهم زي اسمنا بالظبط، اصول ومصروفات وخصوم وحقوق ملكيه وايرادات. خمس عناصر. طبعا الاصول مش حساب واحد، ده في حسابات للاصول، والخصوم مش حساب واحد، ده في حسابات للخصوم والايرادات والمصروفات وحقوق الملكيه، كل واحد منهم مجموعه من الحسابات. طيب لكل حساب جانبان، لكل حساب ايه؟ جانبان. كاني جبت صفحه برضه كده وقسمتها نصين، جانب بنسجل فيه الزياده اللي بتحصل في هذا البند او هذا الحساب، وجانب اخر بنسجل فيه النقص اللي بيحصل في قيمه هذا البند او هذا الحساب او هذا العنصر. يبقى دايما اي حساب جانبين، جانب بنسجل فيه الزياده وجانب بنسجل فيه النقص. طب اي واحد بنسجل فيه الزياده واي واحد بنسجل فيه النقص؟ لا ده بيختلف بقى، بيختلف.
وناخد بالنا بقى. بس لغايه دلوقتي عرفنا ان احنا هنفتح حسابات نرحل ليها العمليات المتشابهه، وان كل حساب ليه جانبين، جانب بنسجل فيه الزياده، يعني الحساب ده لما يزيد نسجل في هذا الجانب، لما ينقص نسجل في هذا الجانب. كنت من شويه بقول لكم هات صفحه واقسمها نصين، اللي احنا بنقوله اهو الصوره الشائعه ان ياخذ الحساب شكل حرف تي. حرف تي يعني كاني بالظبط قاسم صفحه نصين، حيث يعرف الجانب الايمن بالجانب المدين بالانجلش اللي هو ديبت، والجانب الايسر بالجانب الدائن كريدت. وبنسمع كلمه ديبت وكريدت بس لازم نعرفها برضه الحاجات دي. دي مصطلحات التخصص بتاعنا او مصطلحات علم ايه؟ المحاسبه الاساسيه. الجانب المدين ديبت والجانب الايسر او الدائن كريدت. يبقى عندي جانبين دايما، الجانب الايمن جانب المدين ايا كان الحساب، حساب اصل مصروف ايراد خصم حق ملكيه ايا كان، دايما الجانب الايمن بنسميه الجانب المدين والجانب الايسر بجانب ايه؟ الدائن. احنا بحب دايما نقول الحاجه قبل ما نشوفها عشان نتوقعها. ادي شكل ايه؟ ادي حرف التي اهو، حرف التي قدامنا اهو، والجانب الايمن سميناه المدين والجانب الايمن سميناه ايه؟ الدائن. ناخد مثال مثلا لحساب البنك ده، لو حساب بنك ببص للجانب دوت اليمين ده جانب مدين، انا عايز كاني بقرا الحساب، بخش على حساب البنك كده ابص له كده شايفه في جانبين، حساب البنك دوت مدين في الجانب الايمن وجهه نظر المنشاه، يعني اللي للمنشاه في البنك يظهر هنا في هذا الجانب. منطقي ولا مش منطقي؟ اللي ليا في البنك يظهر في الجانب المدين، يعني كان البنك مدين ليا بما هو في هذا الحساب. طيب واللي عليا، وانا عليا حق يعني لما اسحب من البنك، ما لما اسحب يبقى عليا، بخفض حسابي يظهر فين؟ في الجانب الدائن. يبقى لو انا حطيت فلوس في البنك تظهر في الجانب المدين، لو سحبت فلوس من البنك هتظهر في الجانب ايه؟ الدائن. صح ولا لا؟ طيب لو عايز اعرف نسبة الاحداث شويه كده، ونقول حاجه لسه جايه كمان شويه، لو عايز اعرف رصيدي في البنك، لو عايز اعرف رصيدي في البنك اعرفه ازاي؟ هقول تاني، اللي ليا حطيته في الجانب المدين، واللي عليا حطيته في الجانب الدائن. عايز اعرف انا ليا كام في البنك بقى بعد مثلا بعد كذا عمليه، او في نهايه اليوم او في نهايه الشهر اعمل ايه؟ صح، اشوف الفرق بين الجانبين، اشوف الفرق بين الجانبين، بين الجانب المدين وبين الجانب ايه؟ الدائن. انا برضه عايز اسبق الاحداث اكتر ونفكر كده عشان الكلام ده هينفعنا في الشرح اللي جاي. حساب البنك ده انا قلت اللي ليا فيه هيدخل في الجانب المدين، واللي اسحبه منه هيتسجل في الجانب ايه؟ الدائن. طيب ممكن يتسجل في الجانب الدائن اكتر من الجانب المدين؟ لا. ولا ينفع؟ لا، صح، ما ينفعش. يعني لو انا حطيت في البنك مليون ريال هتظهر في الجانب المدين اللي ليا، ما انا بقراها كده، يعني البنك مدين ليا بكذا ودائن ليا بكذا، هو مدين ليا باللي احطه في البنك ودعه في حسابي، ودائن ليا باللي انا اسحبه من البنك. البنك ساعه ما اخد منه فلوس يبقى دائن ليا، ساعه ما اديله فلوس يبقى ايه؟ مدين ليا. كلام عادي يا جماعه، لما ادي حد فلوس يبقى هو ايه؟ مدين، ولما هو اخد منه فلوس يبقى هو ايه؟ دائن. صح. طيب ارجع تاني، لو انا حطيت في البنك مليون ريال اصبح البنك مدين ليا بمليون ريال، هل ممكن اسحب واسجل في الجانب الدائن اكتر من مليون ريال؟ ما ينفعش، مش ممكن. يعني لما احط مليون ريال في البنك في الجانب المدين اقصى حاجه ممكن اسحبها في الجانب الدائن هي مليون ريال او اقل، وبالتالي لو سحبت مليون ريال يبقى ماليش رصيد في الحساب، صفر. ولكن لو سحبت اقل من مليون ريال يبقى الفرق بين الجانبين هو ده رصيدي في البنك، وقلت كلمه رصيد اهو. لو سحبت، لو قارنت بين الجانبين المدين والدائن يبقى الفرق بين الجانبين هو رصيدي في حساب البنك، لكن لا يمكن اسحب اكتر. اذا دائما ابدا، دائما ابدا، اما ان يتساوى الجانب المدين مع الدائن يبقى اسمه حساب مقفل، هيتقفل الحساب، او دائما يكون الجانب المدين اكتر من الجانب الدائن، لكن لا يمكن يكون الدائن اكتر من الجانب ايه؟
المدين. لكن عشان قلت لا يمكن، هو احيانا بيبقى موجود في حالات استثنائيه، بس خلونا نقولها في المستقبل مش دلوقتي. لكن حساب البنك طبيعي يكون الجانب المدين اما يساوي الجانب الدائن لو سحبت كل اللي فيه، او انه يكون الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن. الكلام ده يا جماعه يعني كان عمال اقول واعيد وازيد فيه لانه كلام مهم الحقيقه. طالما فهمناه هنستريح قوي بعد كده. طيب حساب البنك ده بطبعه مدين ولا دائن؟ ما هو كل حساب ليه صفه، ان هو اصله ايه؟ بطبعه ايه؟ الاصل فيه ايه؟ يعني حساب المنشاه في البنك الاصل يكون فيه ان هو مدين ولا دائن؟ فكروا كده. صح، الاصل فيه ان هو يكون مدين. يعني ايه يكون حساب البنك مدين؟ يبقى زي ما بنقول حساب البنك بطبعه مدين، ما ينفعش يكون عليا فيه اكتر من اللي ليا، وبالتالي الزياده دايما هتكون في الجانب ايه؟ المدين. موضع اموال في حسابي في البنك هتكون في الجانب المدين، وهو الجانب المماثل لطبيعه ايه؟ الحساب. لو قلنا طبيعته مدين انه دايما هيكون لي، او يعني دايما يكون لي في البنك فلوس مش عليا، وبالتالي النقص اي حاجه اسحبها من حساب البنك هتظهر في الجانب المعاكس لطبيعه الحساب، يعني في الجانب الدائن، لان قلنا طبيعه الحساب دوت انه حساب مدين. طيب ايه هي الحسابات بقى ذات الطبيعه المدينه والحسابات ذات الطبيعه الدائنه؟ احنا كان عندنا معادله الميزانيه حفظناها خلاص. معادله الميزانيه اصول ومصروفات وخصوم وحقوق ملكيه وايرادات. فسهله قوي الحكايه، انه الاصول والمصروفات اللي هي في الجانب المدين هي اللي تمثل الجانب الايمن في المعادله، هتكون حساباتها ايه؟ مدينه. والخصوم وحقوق الملكيه والايرادات اللي هي في الجانب الايسر في المعادله هتكون حساباتها ايه؟ دائنه. كان بالظبط قدامي ايه؟ حساب من جانبين، الجانب الايمن ها اللي هي الاصول والمصروفات كلها حساباتها بطبيعتها مدينه، والجانب الايسر كل الحسابات بطبيعتها ايه؟ دائنه. نلخص الكلام بتاعنا في هذا الشكل، انه الاصول والمصروفات يا جماعه، الاصول والمصروفات قلنا ده الجانب الايمن في المعادله، دي بطبيعتها ايه؟ مدينه. يبقى الزياده تتسجل في الجانب ايه؟ او باللون الاخضر كده، ماشيين مع الالوان دلوقتي، اصول ومصروفات لونها اخضر، الزياده بتاعتها تيجي في الجانب المدين، والنقص بتاعها هيجي فين؟ تمام، في الجانب الدائن. طيب الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات اللي باللون الاصفر اللي معانا دوت، دي بطبيعتها ايه؟ زي ما قلنا دائنه. يبقى الزياده بتاعتها تيجي في نفس الطبيعه بتاعتها اللي هو في الجانب الدائن، اما النقص يجي في الجانب المدين اللي هو عكس طبيعتها الدائنه. طيب يعني انا هكتفي بهذا الجزء في محاضره اليوم. ارجو ان انتوا ترجعوا للكتاب زي ما اتفقنا، ونذاكر ما شرح في محاضره اليوم، وان شاء الله هنطبق فكره الحسابات في المحاضره القادمه على المثال اللي احنا تعودنا عليه بتاع منشاه فاضل التجاريه. ارجو تكونوا فهمتوا معانا محاضره اليوم، ونشوفكم على خير باذن الله تعالى في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.